عموما اتحاد الكوره كان قراره واضح وبيتحدى بان قراراته نافذه في كل الاحوال, ولا وصايا لوزير الرياضه على الاتحاد, وانه عايز يعيد الجمال العموميه 82 مره. يا اهلا بيعاده 82 مره. انا معي على الهاتف الاستاذ سيف زاهر زميلنا الاعلامي طبعا وصديقنا وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. مساء الخير يا استاذ سيف. محمد صحيح وحاجه, بس مشكله حركه ده مش سامع حاجه. طب كده سامعني؟ كده. طب كويس انك ما سمعتش حاجه في اللي انا قلته في الاول, يعني اهم حاجه تسمع المناقشه اللي بيني وبينك. الصوت والله وحش قوي, يعني انا بحاول اسمع بس الصوت بتاع التليفون عندكم الصوت بعيد قوي. طب كده سامعني كويس؟ كده سامع حضرتك. طب تمام. دلوقتي وزاره الرياضه بترفض اعتماد الجمعيه العموميه للاتحاد وبتقرر اعادتها, موقفكم انتوا كاتحاد كوره؟ والله احنا لحد دلوقتي ما جالناش حاجه رسمي, يعني وكان حصل اتصال الحقيقه ما بين العمري فاروق وزير الرياضه واستاذ جمال علام رئيس الاتحاد, وكان هو طلب ورق معين لان قال ان هو مش هيعتمد غير ما يكون الورق مظبوط, يعني اتصال الوزير شخصيا برئيس الاتحاد. يعني ده اللي استاذ جمال الحقيقه قاله, يعني كان معايا في مداخله وكان معايا في مكالمه بعد برنامج, هو قال لي كده. لكن انا لحد دلوقتي الحقيقه ما جالناش حاجه رسمي للاتحاد, حتى كان معايا الوزير في مداخله وسالته فقال لي لا احنا يعني كل قصتنا ان احنا في ورق رسمي لازم نعتمده, لو في اي مشكله او في اي خدش في اي ورق مش هنعتمد الجمعيه. بس انا شايف مش دي المشكله, انا شايف ان هما الناس يعني مكبره الموضوع جدا, وفي الوزاره ومش هنعتمد الجمعيه او كل المواقع. اتحاد الكوره ملوش صفه, يعني الجمعيه دي حتى لو فيها مشكله, حتى لو فيها مشكله في الورق وتعادت مره واثنين, دي مش جمعيه انتخابات. يعني مش جمعيه انتخابات مطلوب تزويرها لحاجه ولا فيها هدف لحاجه, ده على قد فهمي, يعني ده على قد ما انا فاهم ما اعرفش. فمش فارق معاكم انها تتعاد او ما تتعادش مره او 10 حتى. يعني وجهه نظر انا الشخصيه, حضرتك عامل جمعيه عموميه غير عاديه بناء على طلب اعضاء الجمعيه العموميه عشان ينتخبوا لجنتين. هم اللجنتين دول طلباتهم هم, يعني لجنتين في خدمتهم هم زي ما بيقولوا, ونسب بس الكاس. فقعدتها ده بالعكس تاخير لاعضاء الجمعيه العموميه. يعني مش تاخير لحاجه. طب وانتوا فارق معاكم انها تتعاد او لا؟ يعني انا عن وجهه نظري الشخصيه, يعني ده مش وجهه نظر مجلس, بس انا مش شايف, انا شايف في حاجه غلط ما تتعاد مره واثنين بس. يعني مش شايف ان هي ايه المشكله فيها لهذه الضجه, مش شايف فيها حاجه, يعني ولا فيها انتخابات ولا فيها لا, بس بتقال ان هوى وزير الرياضه ورغبته في انه يجعل من حازم بدوي ان يستمر رئيسا للجنه الاستئناف, واكيد وصلك الكلام ده. والله انا قريته زي ما حضرتك يعني بتقول, انا قريته لكن الحقيقه الراجل ما طلعش منه كده, يعني العمري وانا بكلمه ما قاليش مثلا انا عايز حازم بدوي, مع كل احترام طبعا لحازم بدوي, بس الحقيقه ما قاليش. انا كل الكلام ده بنقراه, لكن ما اعتقدش ان هي المشكله هتبقى كده. يعني كل هو راجل محترم, والناس اللي جت ناس محترمه, وهي في الاخر مصلحه عامه, خدمه عامه. طبعا. طب وهل لو اتعادت الجمعيه العموميه ممكن تغيروا في الاسماء اللي بتطرح على الجمعيه لاعتمادها, ولا حتى لو اتعادت نفس اسماء الطعون والاستئناف هي اللي هتبقى موجوده في الجمعيه لو اتعادت؟ لا اعتقد من المؤكد نفس الاسامي طبعا, لانك حضرتك مش معقوله الجمعيه العموميه هتختار اسامي وتطرح اسامي. خلي بال حضرتك ان الاسامي دي هي للجمعيه العموميه طرحتها في الجمعيه العموميه العاديه بتاعت الانتخابات. هي دي نفس الاسامي, فالناس هي اللي مختاره. هل اعاده الجمعيه هتخلي الناس تغير رايها؟ ده شبه المستحيل طبعا. طب السؤال الثاني, يعني بيتقال برضه ان دي محاوله ان يلغي لكم قرارات مجلس الاداره اللي عقدتوه بعد الجمعيه اللي انتوا اقريتوا فيه انه يتم تجديد سنه للشركه الراعيه بالنسب اللي انتوا اعلنتوها, يعني في محاوله من العمري فاروق لتصفيه عمرو عفيفي رئيس مجلس اداره برومو اد الشركه الراعيه لخلافات سابقه. يعني بص يا استاذ محمد, برضه القصه دي احنا حضرتك مش طرف فيها. احنا لما رحنا قعدنا مع العمري في اجتماع اتفقنا, هم اصلا الناس قعد عمرو عفيفي ده الوزاره اصلا ما مبسوط. فاحنا قلنا احنا مش هنعتمد حاجه غير ما الجهه الاداريه تعتمد. فجينا ما جينا قعدنا ورينا ورق عمرو عفيفي, الراجل دافع اللي عليه, ممكن يكون متاخر عليه مثلا جزء, بس في حاجات كتير جدا ما خدهاش. فطلب الراجل طلب منطقي, الطلب ده حق النادي الاهلي عمله للاهرام في النادي الاهلي, ونادي الزمالك عمله في نادي الزمالك للاهرام. يعني اعتقد الموضوع واعتمدته برضه الجهه الاداريه. فاعتقد ان ده حق طبيعي للراجل, ومع هذا احنا ما خدناش موافقه, احنا قلنا ان احنا بنوصي بكذا كذا كذا بعد موافقه الجهه الاداريه. لو الجهه الاداريه ردت علينا بالرفض هيبقى عندنا حلول ثانيه خالص, والحلول دي
هتخسر الاتحاد وهتكون خساره وليس مكسب. طب وهل الجهه الاداريه ممكن ترفض لمجرد الرفض ولا الرفض ده لازم يبقى ليه سنده يعني؟ الحقيقه انا ما عنديش خلفيه لان انا معلوماتي الشخصيه ان الجهه الاداريه ما مضتش اصلا عقد عمرو عفيفي، ليه انا مش عارف. يعني ايه القصه؟ انا ما كنتش موجود فالحقيقه مش عارف التفاصيل. طب انا معلش يا سيف، يعني انا برضو ليك زملاء في مجلس الاداره كانوا اتكلموا معايا خارج الهوا يعني وقالوا ان هو الوزير تحديدا حاطط عمرو عفيفي في دماغه، وان هو في اجتماع كوبي اللي كان في الوزاره اتكلم مثلا نص ساعه يقول لكم ما بلاش الراجل ده وما تشتغلوش معاه وما اعرفش ايه، الكلام ده حصل؟ لا بص بص يا استاذ محمد، خلينا نتكلم يعني بشكل حقاني شويه. عمرو عفيفي في الموضوع ده ليه حق، الوزاره مش الوزير. يعني العمري فاروق الحقيقه ما كانش ليه اي كلام على عمرو عفيفي في القعده بمنتهى الصراحه، بس هو كان في يعني كلام من مسؤولين في الوزاره واحنا قاعدين ان عمرو عفيفي كان عنده مديونيات في الاتحاد باسم شركات سابقه، فان هو يجي يغير الشركه ويخش وياخد بنقصة حتى لو ملتزم في تعاملات قبل كده وقتها. نعم. ودي كانت وجهه نظر برضه كان لازم يعني يتبص عليها، لكن الحقيقه العمي فاروق وزير الرياضه ما جابش سيره عمرو من قريب ولا من بعيد، واعتقد ان هو في النهايه هو بيتعامل راجل بيتعامل مع الورق. مش مع الاسماء. اعتقد كده بيتهيألي. ونتمنى، انت بتعتقد بس نتمنى، دي امنيه من الامنيات الصعبه تحقيقها، لكن انا عايز اسالك برضه سؤال اخير. انتوا بتطلبوا المعامله بالمثل زي الاهلي والزمالك زي ما انت بتقول فيما يخص عقد الرعايه. احنا مش بنطالب يا استاذ محمد، احنا كل هدفنا ان احنا يبقى فيه شفافيه. عمرو عفيفي النهارده لو جيت تلغي عقده عليه خصومات، عليه شروط جزائيه، هتبقى خساره على الاتحاد. حتى لو احنا بننفذ كده ليه نحقق خساره في ايدينا ان احنا نعوض او نحقق مكسب او ما نحققش خساره؟ انا شايف ان يعني مش محتاجه ان احنا نبقى فيها تعنت. طب انتوا قرار اللي خدتوه كمجلس اداره في حاله الغاء الجمعيه العموميه بيعتبر مجلس اداره ده لاغي ولا ملوش علاقه يعني مفصول عن الجمعيه العموميه؟ ما عنديش بصراحه تفصيل ليها بالظبط، يعني ما اعرفش. انتوا كاجتماع مجلس اداره اجتماع منفصل عن الجمعيه العموميه؟ طبعا، لان الاجتماع ده ممتد، احنا ما عندناش اجتماع جديد، يعني ده الاجتماع الممتد من قبل الجمعيه العموميه. اعتقد ان هو ملوش علاقه بالموضوع اعتقد يعني. تمام. طب اخيرا، في بيتقال انه احمد مجاهد عضو مجلس اداره يعني متقدم بطلب ان هو ينهي عمل 30 موظف تخطوا ال 60 سنه من يوم السبت القادم. الكلام ده صح؟ لا، هو مش المهندس احمد مجاهد، هو الحقيقه المجلس بالاكمل او الاستاذ كمال علام ومجموعه كبيره جدا تقدموا بالفعل بده مدير الاتحاد، وهي سلطات مدير الاتحاد ان هو ينهي خدمه مجموعه من الموظفين. وعايز اقول لحضرتك برضو خلينا نقف مع نفسنا ونبقى صراحة، الاتحاد فيه عدد كبير جدا من الموظفين مش موجودين، الاتحاد فيه عدد كبير جدا من الموظفين بياخدوا فلوس ما بيشتغلوش بيها، الاتحاد لازم عدد هيكلة كاملة. فالنهاردة لو يعني المجلس بيمشي مجموعة أو بيظبط مرتبات ناس أو فده التصحيح اللي احنا كلنا بنادي بيه. نعم. طب عندي خبر أخير، إن أنتوا قررتوا إن مشكلة برادلي ومرتبه والأزمة اللي كانت مثارة مؤخرا انتهت بعد أن قررتوا زيادة سنوية في راتب المدير الفني. لا مش مظبوط حضرتك، احنا بالعكس، احنا رفضنا الزياده بتاعته للرقم اللي هو كان عايزه، رفضنا نزوده وما نقدرش نبقى له زياده سنويه، لان برادلي اصلا ما فيش حديث في عقده غير بعد تصفيات كاس العالم، لان هو لو نجح هتبقى في قاعده ثانيه، لو فشل في كاس العالم هيبقى كده عقده انتهى. فاعتقد مش هيبقى فيها كلام غير بعد النقطه دي او بعد المحطة. يعني ما فيش زياده سنويه في عقده من يناير القادم. ما حضرتك احنا مش مجددين له كذا سنه يا استاذ محمد عشان نعمل له زياده سنويه. يعني انتوا ما قررتوش القرار ده؟ لا مش مظبوط. وهل في ازمته انتهت بتاعت مرتبه والخصومات اللي كانت بتحصل لنقابه المهن الرياضيه؟ انا مش سامع، معلش ممكن حضرتك تاني؟ كان هو في ازمه ان هو بيتخصم منه 1500 يورو شهريا لصالح نقابه المهن الرياضيه وكان معترض على ده. لا احنا اخذنا قرار ان هم هيتخصموا بالفعل. انه هيتخصموا من مرتبه ومفيش حاجه اسمها زياده. بالظبط كده. يعني بتطبقوا العقد واللوائح يعني؟ احنا بنطبق العقد واللوائح ومفيش اي مصالح جانبيه، يعني مفيش اي نظره لاي حاجه غير المصلحة العامة، الراجل ياخد حقه والدولة تاخد حقها. سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أنا بشكرك شكرا جزيلا.